المصممة مونيا عدلوني تشارك لأول مرة في تظاهرة قفطان بقطع فريدة مستوحاة هي كذلك من الثقافة الروسية لغناها فيما يخص الإبداع التقليدي، حيث اشتغلت على أثواب راقية من قبيل بروشي دو سوا واللامي ودغا دو لامي، كذلك أثواب كليجا والمبرا. هناك كما تشاهدون جرأة واضحة على مستوى التقنيات المستعملة، حيث مزجات النحت أو الجوفراج مع تطريز. إضافة لتقنيات الأهداب وتقنيات 3D أو ثلاثية الأبعاد كما تشاهدون، قفطين ثقيلة بصرياً تدل على عدد الأيادي اللي اشتغلت في القفطان الواحد باش تخرج قطع وكأنها منحوتات فريدة من نوعها أو دي بيس دو كوليكسيون. أدخلت أفكار جديدة على المعطف مثلاً، مسامير مثبتة على الجلد لإعطاء لمسة فنية مختلفة. وفي جل القفطين اللون الذهبي العتيق وطاغي، إضافة لإبداعات بتقنيات مختلفة تحتاج جرأة وخبرة لاستعمالها. استعانت بأكسسوارات بحال تيجان، أغلبها مصنوع من النحاس المطلي بالذهب وبمعادن أخرى. هذه تشكيلة مونيا عدلوني في أول مشاركة لها بتظاهرة قفطان، تبهرنا بمجموعة فريدة من نوعها من القفطين فيها تقنيات مختلفة، بعضها كأنه منحوتات عتيقة أو قطع نادرة.